طيب امبي بعد بقى محطة امبي قعدت قد ايه في امبي في تسع الفترة سنين. دي؟ 9 سنين. تسع سنين انا ورامي صبري كنا كباتن فرق اخر 4 سنين يعني. فترة طويلة جدا. برضه انا قعدت في امبي، برضه امبي منظومه كابتن سلام، يعني ما عندكش مشكله، ما عندكش مشكله خالص، ولا ماديه ولا معنويه ولا في التمرين ولا في اي حاجه خالص، انت كل حاجه متاحه ليك. فانا كنت مبسوط بصراحه في نادي امبي، ما عندناش اي مشكله خالص اللي انت تمشي من النادي. فخلاص فتسع سنين قعدت في النادي 9 سنين. مشيت عشان خاطر كابتن علي ماهر جه امبي. انت عايز تعرف مشيت ليه صح؟ هرجع لك طبعا. مشيت ليه؟ فكابتن علي ماهر مسكنا في امبي من سنتين كده، مسكنا 6 شهور بالظبط. فجه اول لما جه كنت بلعب معاه ما فيش مشكله خالص، جه اخر 6 7 ماتشات كابتن سلام ما لعبت، ما كنتش بلعب خالص. فانا مش عمرها ما حصلت لي في النادي، بقالي 9 سنين في النادي، عمري في حياتي ما كنت قاعد احتياطي ولا بره خالص؟ كنت بقى باحتياطي وبره. فانا صعبه دي برضه، صعبه قوي. ولا وانت كمان كابتن فرقه انا ورامي، وفي لعيبه صغيره معاك، وانا كمان من الناس اللي انا ما بتكلمش خالص، وكمان لازم تحافظ على الفرقه، ما ينفعش اروح اتخانق مع مدير، مستحيل اتخانق مع مدير فني لا ما العبش ليه او اروح اتكلم حتى معاه. فاللعيبه الصغيره مش شايفاك اللي انت ملتزم في كل حاجه. فعمر في حياتي ما كلمت، بس انا ببقى زعلان من جوه يعني طبعا. ف يعني كنت بتمرن كويس جدا والله العظيم وكل حاجه. فالسنه خلصت، قعدنا في الدوري، كنا بننافس على الهبوط يعني، كنا ماشيين وحش. فقعدنا في الدوري، كنا بنلعب المقاصه. تاني يوم الصبح على طول رحت لرئيس النادي استاذ زكريا السيد. تاني يوم رحت له الشركه، قلت له بص يا زكريا، النادي ده خيره عليا جامد جدا، وانا 9 سنين في النادي موجود اساسي بصفه اساسيه، مفيش ماتشين من 9 سنين طلعت بره سكور خالص يعني. يعني في 9 سنين مثلا قبل ما كابتن علي يجي، قبل كابتن علي ماهر ما يجي مثلا، طلعت ماتشين في حياتي في التسع سنين كلهم. تسع سنين في حياتي ماتشين بس بره السكور في حياتي يعني. وبس فطلعت مع كابتن علي 6 ماتشات ولا 7 ماتشات. فليه يعني؟ فما كنتش يعني مش عارف السبب يعني. فهو ليه وجهه نظر طبعا، مدرب كبير يعني، ليه وجهه نظر طبعا تحترم وحر طبعا. هو حر طبعا، انا ما عنديش مشكله، انا لعيب محترف وما عنديش مشكله خالص يعني. فانا حسيت اللي هو يعني كابتن علي ممكن يكمل السنه اللي بعديها. فانا رحت قلت لاستاذ زكريا، لا انا بحب الكوره وعايز العب، فلو كابتن علي موجود السنه الجايه انا بكل احترام وبادب، هو راجل مدرب كبير جدا والنادي ده نادي كبير جدا، فانا عايز اخد خطوه يعني اطلع بره النادي عشان العب واثبت للناس كلها واثبت لنفسي انا لعيب جامد يعني. لسه عايز العب وكل حاجه. فالزكريا بصراحه هو كابتن عبد الناصر محمد بصراحه تفهموا الموقف جدا جدا، والناس يعني بتحبني جدا وانا بقدرهم، فقالوا لي خلاص ماشي يا عمرو. حتى مشيت من غير فلوس، انا كنت لسه مجدد. قلت لهم قالوا لي يا عمرو اللي انت عايزه اعمله بصراحه يعني. فمشوني وخدت كل مستحقاتي. ناس محترمه، نادي امبي الحقيقه المسؤولين في نادي امبي ناس محترمه جدا يا كابتن اسلام. كل حاجه خدتها، اتصلوا بيا ورحت قعدت معاها وكل حاجه خدتها. وحتى كمان قالوا لي عمرو شوف النادي اللي انت عايز تروحه فين، احنا معاك من غير بيع وشراء عشان انت اديت النادي كتير يعني بصراحه يعني. فكابتن طارق العاشر كان ماسك حرس الحدود، وكابتن طارق العاشر مسكني ثلاث مرات في امبي وعارفني. فانا عايز اروح يا كابتن اسلام اشتغل، عايز الناس اشتغل لا والعب. مش لسه انا في السنه دي اتعرض عليا ناديين ثلاثه برضو، بس المدربين انا ما اعرفهمش يعني، لسه هنروح نكتشف بعض لسه طريقه لعبي انا. اما كابتن طارق العاشر انا عارف هو اسلوب لعبه ايه، وانا هخش على طول من تاني يوم هشتغل على طول طريقته يعني. طريقته يعني. وكابتن طارق كمان كان طريقته بتعتمد على الكورات الثابته، الكروسات الكتير، الاوفرات، فكان بتمشي معايا كويس جدا. وكابتن طارق هو مدرب يعني. فكلمني كابتن طارق في التليفون قال لي عمرو انا عايزك معايا في حرس الحدود وعايزك تكون موجود. قلت له يا كابتن انا معاك. ورحت قعدت معاه في الفندق فعلا وخلصت كل حاجه. وكان على طول من تاني يوم على طول نزلت التمرين، قلت له ان شاء الله هعمل حاجه السنه دي، عايز اشتغل وعايزين نعمل حاجه جامده جدا. قال لي ان شاء الله انا واثق فيك واثق في قدراتك، وان شاء الله تعمل موسم كويس ونعمل موسم كويس. الحمد لله اول 4 ماتشات 4 تجوان. الحمد لله 400. انا السنه اللي فاتت جايب 8 تجوان وعامل 7 اسيست، عامل موسم الحمد لله السنه اللي فاتت برده كويس جدا يعني. فجوان الحمد لله. فطبعا بدات بقى يعني انا اقول للناس انا موجود، انا مش انا ما يعني انا ما لعبتش 6 ماتشات اللي طلعتهم بره سكور دول، ده هو وجهه نظر غير فني بقى. ما بنامش والله. ما بنامش. انت متعود طول عمرك بتلعب يا كابتن يعني، انت صغير في الناشئين بتلعب، متعود تلعب منتخبات، ما رحت اوروبا برده بتلعب، لما جيت انبي بتلعب. صعب قوي بالنسبه لي، وانا لسه قادر، انا لسه قادر يعني. انا ما كنتش قادر. ده دليل، ده اللي انت بتعمله ده الحمد لله رب العالمين يعني. الحمد لله ده توفيق عند ربنا كابتن اسلام والله. فاخدت الريسك وخدت الباور وقلت وخليت على الله، وقلت يعني عندي الشخصيه اللي انا اشتغل واتعب وكده، وربنا سبحانه وتعالى يعني كرمني قوي يعني، اوسع كرم يعني.